تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. جبت لكم تجميع خلاصه لملخص فضايح نادي الزمالك في هذا القرن، فضايح التفويت وفضايح الطبطبه وفضايح الدلع وفضايح كتيره اتقالت مسانده لنادي الزمالك من الدوله المتزملكه لنادي الزمالك. وده ايه؟ ده اللي ظاهر وده اللي باين، وما خفي كان اسوأ واقذر في الوسط الرياضي. مش هطول عليكم كتير، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف بالصوت والصوره والدليل والبرهان والاعترافات مين هو نادي الزمالك، وقد ايه نادي الزمالك اخد حقوق مش حقوقه، وقد ايه نادي الزمالك اللي بيتباهى بالفار وبان الدوله ضده وبان النادي الاهلي بيجامل. هو اكتر فريق تم مجاملته والطبطبه عليه والتعريض عليه، يعني دي اسمها تعريضه القرن. تعريضه القرن، تفويت على احتواء على رشاوي على 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 على. الفيديو ده لو انت ما شفتوش هيفوتك كتير، ولو ما عملتلوش مشاركه في الفيسبوك هتبقى انت غلطان ومقصر، لان انت لما بتشوف حاجه كويسه وهيبقى لها صدى وتتجاهلها او ما تعملهاش لايك او مشاركه، فاعرف ان انت مشارك الزملكاوي اللي بيهين النادي الاهلي. لما تاخد الفيديو بتاعنا ده وتحطه في عين اي واحد زملكاوي وتقول له خد رد دلي على الفيديو ده ويخرس ما يعرفش يرد، اعرف ان انت نجحت في مهمتك في اخراس الزملكاوي اللي بيسمع كلام قناه البليله وبيطبل لها وبيقول كلام غير محترم. هنطلع ونسمع ونشوف الفيديو، بس زي ما اتفقنا هتعمل لنا لايك وشير على اي منصه انت بتحبها، على اكونتك، على جروبك، على اي حته انت بتحبها لازم تعمل لنا مشاركه، لان المشاركه دي لصالحنا ولصالح النادي الاهلي في اظهار حقائق ناس كتير غفلان عنها. هتطلع تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ملخص فضايح نادي الزمالك، وتعالوا لي تاني علشان عندنا حته صغيره هننهي بيها الفيديو. يلا بينا. والله الزمالك كان نادي في كره اليد خلاص درجه تانية. ايوه كان بيلعب ماتش فيصل تقريبا. ماتش فيصل عايز اقول لك ان لولا ان اتحاد كره اليد كان خايف ان هبوط نادي الزمالك هينزل الاعلانات والرعايه للاتحاد، هو اللي ساعده في الماتش فيصل. يونس شيرين مرتضى لم لك فرقه قويه، نجوم نادي الزمالك النادي الاهلي في المنتخب. يعني اتحاد اليد ساعد الزمالك؟ لا يعني الماتش الفيصل مش ساعد الزمالك يعني. بس انت قلت كده دلوقتي. لا ما اقصدش ساعد نادي الزمالك. الزمالك اقصده كان يعني يعني عايز احافظ على اسم نادي الزمالك. انا عايز اتكلم بس في النقطه ما ينزلش. لا كان خايف مش ساعد، هو خايف ان الزمالك كان خايف. لا لا اذكر كان معايا ابيع رئيس الاتحاد، وكان ماتش الاتحاد الاهلي والزمالك اللي انسحب فيه فاروق جعفر استاذ الفرقه ومشي. وكان المستشار مصطفى المصري كان وكيل النادي. فاصدروا قرار بان هم هينسحبوا من الدوري. وكانت جد بقى بزياده دلوقتي يعني. فانا انسحاب يعني نادي الزمالك انت درجه رابعه. فعهدي تبقى صعبه جدا. فانا طبعا كلمت بعت حنفي ابو طالب كان زملكاوي كبير رئيس وكده ماسك الرياضه عندي، قلت له روح اتكلم مع مستشار جلال ابراهيم والناس دي كلها. قال لي ما فيش حاجه خلاص هحل نادي الزمالك. فكلمت الدكتور جنزوكي رئيس الوزراء قلت له انا هحل نادي الزمالك. هو له اهتمامات في الزمالك انه في قرابه وناس هناك يعني. قال لي طيب. بعد خمس دقايق كلمني قال لي طب ما تحل اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اتحل في عهدي مرتين بس مش انا السبب. ورا الرسم ورا ورا. طب هو كان عامل انا هكلم حضرتك في منتصف الصراحه. ايوه بالظبط. مش حضرتك منصور برضو حريص جدا نادي الزمالك باللي بيتقابل نادي الزمالك بالمشاكل الكثيره اللي قابلت المستشار مرتضى خلال الفتره اللي فاتت دي، حابب جدا ان هو ياخد بطوله. فبرضو بيقول انا عاوز حكام مصريين. ما يصحش بس اسالك ده كلام ما يصحش. اسمع انت اللي قالت ادبك. لو انت رايح انا عمري ما بقل ادب، انا طول عمري بحترم الناس وطول عمري بشيل الناس على راسي. بقول لك ايه؟ طول عمري بخدم الناس واولهم نادي الزمالك. لا لا عمرك ما خدمت نادي. والله خدمت نادي الزمالك اقسم بالله. انا معايا دخل عالي الساعه 12 الا ربع مساء حصل تجول. ايه اللي قلته؟ ايه اللي قلته؟ ليه غلط؟ ليه؟ غلط ليه؟ هيلعب في افريقيا. عندك عندك مواعيد يا ايام حضرتك. ايام حضرتك احمد سمير فرج حضرتك بعت عشان التوقيعات ما اتعملتش ب 80,000 جنيه بتوع القيد ايدناه لحضرتك. عمر جمال اخر يوم في افريقيا. ايه اللي وداك؟ اسمع بس الاخر. عمر جمال طب سيبني اقول لحضرتك اوضح لحضرتك نقطه بس. عمر جمال اخر يوم في قيد افريقيا عمر جمال في رسوم 700 وشويه الف للزمالك. احنا ما وقفناش القيد عشان الزمالك يلحق يقعد في افريقيا. وعمر احنا عملنا القيد يوم 20. وعمر جمال ده بيلعب في الزمالك. لا ماليش دعوه انه مشي، انا بتكلم لما جيت قيد افريقيا. لا يعني ده
بجد المهندس احمد مجاهد انا شايفه بالنسبه لنادي الزمالك لم يتاخر في طلب لنادي الزمالك نيابه عن اتحاد الكوره، دي نمره واحد. اما بيبقى في مباريات زي اللي كل الناس بتقولها برضه انا احب ابقى واضح وبوضح الحقائق بصرف النظر مين هينبسط ومين مش هينبسط، بس دي حقيقه او فاكت لازم اقولها ان مثلا في حكايه اما كان في مباريات مضغوطه لنادي الزمالك لا احنا اتسالنا واحنا بالتالي سالنا المدير الفني بتاعنا وكان رايه ان انا اكمل المباريات بتحب الزمالك من قد ايه؟ يا استاذ لا انا عايز اخد جانب شخصي يعني من اول ما طلعت ايه؟ من اول ما طلعت وانا مشجع الزمالك خوالي كان زملكاوي انا طلعت زملكاوي فبقيت زملكاوي يعني انت طلعت لعبت كوره زملكاوي يعني انا واشجع الزمالك فبالتالي الادوار اللي يعني قلنا عليها بتاعت احنا الفتره اللي فاتت الصغيره دي ساعدنا المجموعه اللجنه الموجوده ب 100 مليون جنيه تقريبا الفترة اللي فاتت الصغيرة ديت أنا خدت فلوس نادي الزمالك يا نهار أسود ونيل ده أنا طلعت فلوس من البنك جددت عقد لسه كمان من 2022 ل 2027 وفي نفس الوقت كمان المستحقات اللي عليك المفروض إن أنت تدفعها جبت لك ليها حل وحلتها لك على حاجات مستقبلية لسه هتيجي وفوجئت إن إيه القاتل الجاني هو عمرو الجنايني اللي عمل كذا كذا بقى ما اتفتحش اطلع في وسط الناس كلها يعني برضو اللي ضربنا على اللي بيقول ايوه هتقول ان انا اللي قلت لهم وانا اللي عملت يا فندم ما ينفعش جوه نادي الزمالك نعمل كده هطلع اقول اصل انا وقفت مع قدام نادي الزمالك وعملت له كذا وكذا 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 يتقطع لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك خلنا بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه في حاجات مش عايزين نعلن عنها في كلام مش عايزين احنا نعلن عنه اعلنوا يا فندم اعلنوا يا فندم عشان الناس زي اللي ترتاح بعد اذنك لا احنا في حاجات يعني مش نافع نعلن احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها والناس بتقعد تقول ان الزمالك ما خدش حق احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها تمام لا في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير بس مش عايزين نعلن عنه مصري كان يعني كنت في فورمه غير عاديه يعني اعمل كوره كده تيجي جول انا لعبت مع المصري 24 مباراه جايب 17 جول واخد كاس مصر قبل نهائي افريقيا تاني دوري في الفتره دي يوم ماتش الزمالك انا طلبت من الاداره ان انا ما العبش مش قادر العب فعلا اقسم بالله العظيم قلت لهم انا مش عايز العب قالوا لي ايه قلت لهم انا ما اقدرش اشوف الزمالك مغلوب والله العظيم الكلام ده حصل مني فمستر مايكل كروجر جه قعد معايا وقعد قال لي لا ده لازم تلعب والجماهير المصري وبتاع قلت لهم ليه مصر عارف ان انا زملكاوي انا مش عارف ابقى منافق يعني مش هقدر لدرجه ان انا في الشوط الاولاني بعد ما نزلت المباراه في كره عملتها فكان في جون في الزمالك فعملت عارف يعني رجعت فمشيت رحت نزلت على غزل المحل رجعت على غزل المحل لعبت السيمي فاينل كاس مصر غزل المحله مع الزمالك وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف وفي مصر غزل المحله مع الزمالك وانا عارف ان انا هرجع بعد الماتش يعني على الزمالك وفرص كتير يعني قلبي ما يعني توفيق ولا قلبي ما طوعنيش جات لي فرص فعلا اللي هو قلبي ما طوعنيش فرص وانت ما حبيتش تحدث جالي فرص لدرجه ان انا كنت بلعب ساعتها ركز مع بعضيك لدرجه ان انا جالك فرص جالي فرص وما جبتش لدرجه ان انا ساعتها كنت بلعب على كابتن ابراهيم حسن فيهم واحده من قلتله شيل يعني فيهم واحده عارف انت اللي هو ايه انا خلاص يعني لازم تحط تقول لكابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده شيل يعني نور عليه الزمالك بيخش فيك على طول ببقى من جوه كده ببقى مبسوط ليه انت زملكاوي ولا كاوي ولا ايه؟ والله ولما يخش فيك هدف من الزمالك عادي؟ لما يكون بس محتاج دوري ولا حاجه كده واحنا في الامام مفيش مشاكل مفيش مشاكل حصلت معايا مع كابتن حسام ساعتها بس انت جريء قوي على الهوا تقول الكلام ده لا قعد ما بقتش فكان كابتن حسام ساعتها مش عارف راجع من وقفه ايام حسام حسن ايام كان في الزمالك لا في الزمالك كنت فاستر وكده فرجع بردك من وقفه واصابه حاجه زي كده كسبهم الحدود في الحدود 1-0 ورجع كان عندنا مباراه المحله في المحل هو بردك من جاب كان مش عارف مين اللي رفعه من ناحيه اليمين فطلع عليا بدماغه وحطها بدماغه في الزاويه ده وكتر معاه حضنته بعد ما جاب الجول لا انا من جوايا وبعد كده قلبت الماتش لو جبت الماتش خلص 1-0 يعني خلاص الحمد لله الزمالك بس عملت ماتش كويس ماتش كويس يا راجل انت كنت عايز تحضنه لا انا من جوايا عمل لك ماتش تاني عملنا التذكره شامله للاستاد
برضو مع نادي الزمالك. لان نادي الزمالك لما جاء اكرمنا في الماتشين احنا جاملناه في بطولة الدوري بتاع جاملتوه جاملناه طبعا محدش يقول كده جاملناه جاملناه يعني يعني جاملناه الشفيه اللي قالت انه مدير الامن انا قاعد جنب مدير الامن فلقى اليخط مبروك يا زمالك اهلا يا زمالك اهلا يا زمالك يا كابتن سيد قال لك يا كابتن سيد الجماهير عاوزه ايه؟ الجماهير عامله كده ليه؟ قلت له ان الزمالك استضافونا ويعني في يعني في صداقه زياده عن اللزوم راح باسمي لا ما عنديش خلاص ما عنديش مشكله خلاص ما عنديش مشكله. انا حصل لي موقف في حياتي وانا في بدايتي في الزمالك كان ماتش الزمالك والمصري. نعم ماتش الزمالك والمصري سنه كام؟ سنه 92 الزمالك لو كسب ياخد الدوري المصري البورسعيد انت كنت رياضه كان لا موجود فيه فانا كنت ناشئ في الزمالك وموجود معاهم فهي اتقالت لي كده قالت لي ان اخوك مصطفى يلعب او ما يلعبش جامد او يسيب الماتش. ده مين اللي قالك؟ لا ما انا بقول لك ما بلاش ما دخلناش في سكه ثانيه يعني كان عدوا في الجهاز في الجهاز ودي كانت المباراه دي سبب مشياني من نادي الزمالك. طب لما رحت قلت لمصطفى بالراحه لا عشان خاطر اخوك الصغير لا ده انا بقول واول دوري لا انا واخد مكافاه بص يا اسلام انا قلت له حاجه قلت له انتوا يعني انتوا مش محتاجين الماتش احنا قابلت الكابتن جمال عبد الحميد فقال لي كلمه كده حاجه يعني انا داخل عادي انا ناشئ في نادي الزمالك حتى داخل على اللبس بتاع اللعيبه زعلان انا بكلمك بامان ففوجئت لقيت الكابتن جمال بيقول لي قول لاخوك مبروك عليك الدوري فانا برضو مش مستوعب يعني عارف انت ازاي ف يعني ايه مبروك عليك الدوري يعني انت يعني خسرتونا الدوري. المدرب اللي كان طلب منك وقتها انك تتوسط او تروح تكلم مصطفى تاني. قال لك ايه بعد الماتش؟ مشيت من الزمالك. احنا خسرنا الماتش ده عشان مجلس اداره هو اللي خسرنا. يعني مجلس اداره كان عندنا ماتش الاهلي وبعد الاهلي في القناه. احنا لو كسبنا ماتش المصري ده واتغلبنا من الاهلي هناخد الدوري برضه. احنا ما فوقناش الا لما شاطة الكوره بتاعت كابتن مصطفى جت جول. فوقنا جالنا بنالتي. فده بره الاتفاق. بره الاتفاق. فجي ده مصطفى مش هيخش بورسعيد بقى على كده. لا الناشئ للمحافظات الاستاذ محافظتك هو اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. كويس والله. في بدايه الثمانينات كان بدايه الثمانينات كان في الاسبوع قبل الاخير كان الزمالك بيلعب في المنصوره اللي هو الزمالك خد فيه بطوله الدوري بسبب الماتش ده. كان في مهاجم في المنصوره اسمه محمود درويش الله يمسيه بالخير. ده في احدى الهجمات من على بوز ال 18 كده بيحاول يلعب الكره بالعرض راحت منه دخلت الجو يعني راح الجول. كان عادل المأمور متقدم شويه فراح الحقيقه ونام بيها جوه الشبكه الجانبيه. الحكم عبد الرؤوف المرشدي كان احتسب هدف لازم هدف المنصوره هدف مليون المية. الراية قال له تسلل قال له تسلل ازاي ما فيش عارف. الايام قامت والدنيا باظت والاحتياطيين بتوع المنصوره نزلوا. الراية ادعى انه اتضرب وجاء ممدوح مصباح طبيب الزمالك ملأ راسه مارك كروم ولف الشاش وعمل وكأن حصل ايه واتهم محمد الهادي اتهم محمد الهادي اللي هو نجم المنصوره قديم رئيس نادي السنبلاوي حاليا بانه ضربه بازازه الكوكاكولا وفتح له راسه واتشطب او اتوقف محمد الهادي لمده عام كامل. الزمالك كان في الترتيب الاول ويعني مطلع عينيه كده لبطوله الدوري كانت اول سنه يروح حسام غريم حسن والجماهير متلهفه لبطوله الدوري. استقبال المقابلين بتاعت الزمالك بلغه الكوره كده وفي الدقيقه يمكن 42 حسب بنالتي على الزمالك بكرايه المقابلين رامي جه وعدي فاكر رامي سعيد وراح وكان فيه مدافع الدفاع حسام عبد العال على خلاص سقط بنالتي وانا كنت انا قرار معتزل جدا. يا دوب خارج نهايه الشوط الاول خارج اوت ليست لقيت الحجر ده جاي طبعا الملعب كله المقاولين لغايه النهارده ما عندوش جماهير يعني فيعني تقصد كان جمهور الزمالك يعني استحاله على كل المقاولين المقاولين كان واحد جايب خطيبته لعيب جايب خطيبته واحد جايب والده فجابوا الزمالك كله يعني انا دخلت وصممت وان خدت قرار بالغلبه ان المباراه لن تستكمل لكن كان حجر كبير انا صممت انا صممت على المباراه ما كانش عندي رؤيه ادى شك ان المباراه هتتعاد يعني ما ظنتش ان المباراه دي يعني هتنتهي كده وتحتسب لنادي المقاولين. ليه؟ ليه ما كانش عندك خلاص مين المدار يعني المدار؟ بالغاء المباراه الزمالك؟ لا لا يعني خلينا نتحدث المقاولين كان متقدم فهو اللي المفروض لو اتلغى انا اتصور انا يعني كنت اتصور ان المباراه هتتسب للمقاولين لكن فوجئت بعزم المباراه شعرت بالظلم باعاده المباراه؟ حسيت ان حياتي يعني مخطئ استفاد من خطأه يعني المخطئ اعتقد في نقطه قانونيه هنا في القانون الحقوقي في كده وفي الكوره حتى كده المخطئ ما يستفيد من خطأه لكن انا يعني كنت اتمنى ان المباراه تصير طبيعيه والمقاولين لا سعيدت فاز الزمالك عيدت وفاز الزمالك وخد الدوري. زمان الحكام الافارقه كانوا بيجوا يقعدوا معانا قبل المباراه احنا عايزين ايه؟ انت بتتكلم جد يا كابتن خلاص بقى قلت له يا كابتن تقول حاجه صعبه جدا يا كابتن والله صعب اتكلم بجد الحكام الافارقه ده بيقول نادي الزمالك مش احنا بس احنا وانديه ثانيه كانوا الحكم اول ما يجي عايز يروح بورسعيد اسمع بس اسال بتوع بورسعيد عايز يروح بورسعيد يعمل شوبينج ماشي وبعدين ينزل عايز حاجات ثانيه يشتريها ماشي مش عارف عايز ايه حاضر ماشي
كويس تمام. فيجي بقى تيجي الاجتماع اللي هو بتاع المباراه الاجتماع الفني. فانا بقى بصفتي لكابتن النادي فكنت بقعد فهو الحكم يقول لي مباراه مثلا في مصر فيها مثلا 50 60 70 80 الف متفرج بيتفرجوا. فانا بقعد اتكلم مع الحكم يقول لي الحكم يقول لي انتوا اللي عايزين ضربه جزاء نديكم ضربه جزاء مش عارف ايه بس ما يبقى يعدي ربع ساعه الاولانيه ما بقاش من بدري كده يعني. والزمالك والله والزمالك في فتره كده كان في حكم لا داعي الاسم واحنا في الزمالك كان زملكاوي كان يجي يزعق لك مثلا ويتنرفز عليك ويقول لك اقع في ال 18 يعمل نفسه ان هو بيتخانق معاك والكلام ده ولو قال انت انا هطلع لك انذار وتعالى اقف اقف تقف يقول لك ايه خش ال 18 بنفسك. وقع جمال عبد الله خطف حماده المصري واعترضوا وفي صفاره مرشدي بيقول ما فيهاش حاجه تدعيمه ولعبها حلوه قدام ياخدها رضا برزكاري رضا برزكاري وهشام يكن هشام يكن مش من هشام يكن مش من هشام يكن والكوره اوت لعبها عادل مامور. حسام حسن عرضيه لعدي صديق لعدي عمرو انما مصفر الحكم فاول على عمرو انور لعصام مرعي. عصام مرعي بيفوت علي باهر بيلعبها بالعرض ضربه جزاء ضربه جزاء بيديها الحكم الدولي فاروق المحلاوي. في اعتراض كبير جدا من لاعبي التسلل هنشوفها اهي مره ثانيه. بص الكرة جت في ايد جمال عبد الحميد جمال فوليا وراح يسوي ضربة جزاء للزمالك. عمرك شفت مهاجم ياخد الكرة بايده ويسيب له ضربة جزاء؟ بص بص يا باشا ادي عصام مرعي وهنشوف بيلعبها ازاي. علي وتفوت بص بص ايد جمال عبد الحميد الصورة واضحة مش عاوزة تعليق. كابتن بدأ فتح نازل بيبعد اللاعبين على أساس إنه يستأنفوا المباراة لأنه طبعا انسحاب فريق من المسابقة أعتقد إنها قاسية جدا ستكون العقوبة مش هبوط درجة لا هبوط درجتين. طيب 13 دقيقة شايف جمال عبد الحميد هو اللي هيلعب الشيف جمال المربي ده كام يوسف بس ايامها كان مع فله يعني وجمال عبد الحميد داخل وبيصوت بقى اسلام يوسف تطلع بره الملعب ضربه ركنيه ادي تمشي تشيكا كانت غير متسلم والكوره دي كارثه دي. قولوا لامي ما تزعليش قولوا لامي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش قولوا لها معلش يا امي اموت اموت وبلدنا تعيش في بذور ايديها بتسلموني على بلادي. يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد علمك في ايدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد علمك في ايدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ونفس جديد لافر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي. عاوزين مرة كمان والله وبعدين شيكابالا ضرب بوتس وضحك عليهم كلهم. قول لي ان نادي الزمالك ده في السنين اللي فاتت دي لا كان بياخد فلوس بوتيكات ولا كان عنده ايرادات امال كنا عايشين ازاي؟ كان الشيخ تركي ال شيخ دفع مبالغ كويسه للنادي وفي نفس الوقت احنا كنا عايشين بفلوس تركي ال شيخ. بعد ما قلت لك ده الكلام لسه في شرف. لا معلش انا ما بتكلمش في شرف انا بقول فيك يا احمد ثانيه ده مليون دولار جايين لي هديه هديه. مين بيدي مليون دولار هديه؟ مين مين مين؟ ما انا قلت اسمه. احنا كنا عايشين بفلوس تركي ال شيخ. طبعا
طبعا. وبعدين هو اللي يتنازل عن مليون 18 مليون جنيه ما حدش يفتح بقه معاه. مش بيديها بصفه حضرتك. لكن ده لا مرتضى مش شخصيه. لا لا يا مرتضى الله زمن خالد الدولي المجهود ولا ما لك تخصص ليه بفكر بس. ايه ده انا هادي اهو. مجهود 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 الفور. كابتن صلاح زمن خالد الدولي المجهود ولا ما لك تخصص ليه بفكر بس. ايه ده انا هادي اهو. طيب مجهود اهو. مجهود مجهود الفور. كتير مننا شاف الحتت دي اجزاء مقطعه، وفي كتير في حتت اول مره يشوفها، وفي اجزاء انت شفتها كده حته صغيره، لكن احنا جايبين لك التجميعه كلها علشان تبقى ايه ملخص واحد وفيديو واحد حضرتك تديه للزملكاويه. قول له لو سمحت يا زملكاوي رد لي على الكلام ده نقطه نقطه وفقره فقره وفيديو فيديو. شوف قد ايه الزمالك اتجامل، وقد ايه الزمالك اتعرض له، وقد ايه الزمالك تم مجاملته على حساب انديه اخرى وعلى حساب النادي الاهلي. ويقول لك نادي الاهلي هو نادي الدوله، ونادي الزمالك بيتظلم، ونادي الزمالك هو اللي مقهور، وان الزمالك محدش عمل له حاجه، والساعات يا خطيب ورجع مش عارف ايه. احنا جبنا لكم التوليفه كلها والتجميعه كلها في كبسوله واحده في فيديو واحد. بنقول لك اتفضل يا اهلاوي اعمل لنا شير على كل منصات انت متواجد فيها، اعمل لنا شير علشان كل الناس تشوف فضايح نادي الزمالك، وما تنساش تخلي زملكاويه اي واحد زملكاوي ترد لنا على هؤلاء الزملكاويه اللي بيعترفوا بنفسهم على نفسهم. احنا ما جبناش حاجه من دماغنا، ولا انا طلعت بكلام مرسل اقول لكم حصل وحصل وحصل. لا يا فندم، انا جبت لك تاريخ التفويت، تاريخ الاحتواء، تاريخ الحكام، وده زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ده ظاهر للعلن، لكن ما خفي واحنا ما نعرفوش وتم في الغرف المغلقه كان اسوأ واقذر واوقح من الواقع اللي حضراتكم شفتوه. انا بشكركم مره واثنين وثلاثه ومليون، وبشكر اخواتي الاهلاويه اللي دائما داعمين لقناتنا قناه الاهلاويه، واستمروا في دعمنا واعملوا لايك وشير للفيديو، واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش في القناه، وفعلوا زر الجرس واختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.